بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا بيضتين ونضيف عليهم ممكن تضيف فانيليا، بشر برتقال، بشر يوسفي، المتاح عندي هنا فانيليا. هضيف عليهم 200 جرام من السكر، عندي هنا 360 جرام من الدقيق، طبعا حسب حجم القالب معاكي هضيف عليه كتير. نبدأ إن أنا أقلب الدقيق، عندي حليب مغلي حوالي 300 جرام، الحليب ده رايب يعني مش مشكلة بقى حسب نوع الحليب. هحجز بس شوية بصل وكركم، هفضل اعمل اضيف كتير جاي، هضيف عندي بقى هنا معلقة من الزيت، هخففه كمان درجة، عندي هنا القالب بتاعي أنا دهناه، حط الله بيه عندي هنا كاسترد وشوكولاتة، وهبدأ ان انا ادخله الفرن صح.